مساء الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمة ومشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، تحية كبيرة لحضراتكم. طبعا احنا كأهلوية عندنا ثقة كبيرة ان شاء الله في ربنا وفي الجهاز الفني واللاعبين، ومحدش ان شاء الله هيأثر في الملعب بإذن الله. ان شاء الله الأهلي يفوز على الوداد النهاردة في نهائي دوري أبطال أفريقيا ويتوج باللقب ال11. كل التوفيق للنادي الأهلي ودعوات حضراتكم بإذن الله. النهاردة إن شاء الله هنشوف مهارات جديدة، والحقيقة هي في منهم جديد علي أنا شخصياً، لكن تلبية لطلبات حضراتكم من خلال الصفحة الشخصية شيف عظيمة حمدي، وبشكركم على حسن المتابعة ليا من خلال قناة الأهلي. شكراً لحضراتكم جداً. امبارح احنا عملنا الحلقة كانت بناء على طلب حضراتكم، النهاردة كمان الحلقة بناء على طلب حضراتكم، فيها كل الوصفات اللي طلبتوها، كل الوصفات الخاصة بالفول المدشوش. النهاردة إن شاء الله تكون حلقة فيها كل الوصفات دي بشكل بسيط لكمان أصدقائنا، لو في حد نباتي وحد بيحب الوصفات دي، الوصفات القديمة الجميلة، إن شاء الله أتمنى أعملها مع حضراتكم بطريقة بسيطة وتعجب حضراتكم. هنقول بسم الله وهنبدأ. أول وصفة عندنا البصارة. البصارة من الوصفات الحلوة جدا، في ناس كتير جدا بتحبها وفي ناس يمكن شوية ملهاش فيها قوي، لكن الحقيقة هي فيها نسبة خضروات حلوة قوي، فيها نسبة فيتامينز كويسة. خلينا كده نقول إيه، نقول مقاديرها مع بعض وإحنا شغالين نحكي عنها. طيب طبعا أنا عارفة اللي بتقولي ده يا راني، أكيد مبسوطين جدا أنا عارفة. طيب البصارة عندنا ربع كيلو من الفول المدشوش، طبعا لازم يكون منقوع من قبل بليلة. أنا بقول ربع كيلو بالظبط بعد ما يكون يعني نفش ويتنقع وتمام. عندي كوباية من البقدونس، من الكزبرة الخضراء، أنا مش بضيف شبت للبصارة، لكن لو حضراتكم عايزين تضيفوا ضيفوا، هي الحقيقة بيبقى طعمها هنا مختلف شوية. طيب عندي بصلتين وعندي حوالي 6 ل 7-8 فصوص ثوم، لتر من المية، 250 جرام دول بالوزن عليهم لتر مية مظبوطين، هتطلع جميلة وقوامها مظبوط جدا. طيب قرن فلفل حار، وعندي معلقة كبيرة من النعناع، معلقة كبيرة من الكزبرة الجافة، ملح وفلفل، رشة بسيطة من الكمون، رشة بسيطة ما بنزودش في الكمون قوي. اللي عايز يضيف نعناع فريش يحط نعناع فريش، مفيش أي مشكلة خالص. هي الحقيقة الوصفة دي وصفة جميلة وكمان مفيدة. طيب خلينا كده البس الجلافز وابدا مع حضراتكم. هنبدا اول حاجه انا قلت لحضراتكم فيها هي ان احنا ننقع الفول. الفول لازم يتنقع كويس طبعا، لو في حاجه كده ولا كده بنشيلها. عايزين بقى نمنع منه مثلا انه يبقى يؤذي القولون، بنحط نص معلقه صغيره من بيكربونات الصودا مع النقع بتاعه الفول علشان يبقى الفول نفش وخد وقته وما ياخدش وقت في التسويه على النار. طبعا انا هحط الاول كل المكونات الجافه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما اضيف الميه هصفي كده من الميه. هنحط ربع كيلو من الفول. بسم الله الرحمن الرحيم كده، و هنجيب فوقهم الخضره اللي احنا عايزينها. طبعا دي ترجع لحضراتكم، عايزين تحطوا ثلاث انواع، الشبت، البقدونس، الكزبره، ماشي. انا الحقيقه جربتها بالبقدونس والكزبره رائعه، ما بحطش الشبت فيها، جربوها ان شاء الله تعجبكم. بحب احط نعناع فريش كمان لانه بيديها طعم كده ونكهه جميله جدا. وعندي فصوص الثوم. عايزه اقول لكم ان البصاره دي اصلها فرعوني، ما هياش اي حاجه يعني، وكان اسمها بيصورو. حط كده الفلفل الحار، كان معناها ايه بقى؟ معناها عندهم انها الفول المطبوخ، وكان الكنعانيين في الوقت ده بيعملوها بس بيحطوا على الفول المدشوش ده عدس اصفر، حط رشه كمون وملوخيه، تخيلوا بيحطوا الملوخيه كمان. ودي بقى اصل الايه البصاره اذا حضراتكم ما كنتوش عارفينها. طبعا هاخد كده رشه من الملح، لازم معلقه، انا طبعا هظبط الملح اكيد في المرحله الثانيه. ربع معلقه من الفلفل، حاطه فلفل حار اللي هو قرن فلفل يعني، ولو مش عايزين حار بلاش يعني، ما تضايقوش منه. انا حطيت خلاص كل كده الحاجات، الفول، البصل، الثوم، الخضره، النعناع،
كل الفلفل الحار، حطيت نعناع فريش، اللي عايز يدعم بنعناع جاف مفيش مشكلة. وبعدين هبدأ أحط كده لتر من المية. أنا طبعا هحط هنا لتر من المية هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. أهي. وهنبدأ نسيبها بقى على النار، هنقلبها تقليبة. بسم الله الرحمن الرحيم كده. ومعانا زينة. يا أهلا يا زينة. يا زينة حبيبتي، ازاي حضرتك؟ يا أحلى وأجمل ست عظيمة في الدنيا دي كلها. يا روح قلبي، أنت يا أحلى زينة في الحياة كلها. والقمر والسباكة والحلاوة دي. عامل إيه طيب؟ أنا كويسة. أنت وحشتيني، ما كلمتنيش امبارح ليه؟ كنتي فين امبارح؟ معلش، أصل أنا كنت في الحضانة. يروح قلبي، يروح قلبي. طيب خلاص أنا مسامحاكي، أنا بس أنت وحشتيني وأنا كان نفسي أسمع صوتك. نفسي، أنا نفسي أشوف حضرتك جدا، وإن شاء الله بإذن الله نكسب النهاردة. أنت شفتي إن أنا عرضت صورك امبارح؟ كلنا شفناها على فكرة. شفنا قد ايه انت جميله، وشفنا وصفاتك الحلوه، وشفنا الكريب اللي انت عملتيه القمر ده، شفنا كل الحاجات الحلوه اللي انت عاملاها. ايوه شفته لما رجعت. حبيبه قلبي، نور عينيا ان شاء الله. وانا مبسوطه جدا جدا جدا. ايوه. وعاوز اقول لحضرتك. ايوه قولي لي. وعاوز اقول لحضرتك ان ماما عندها نفس المجد بتاع حضرتك. يا روح قلبي، يا خبر، سلمي على ماما كتير كتير جدا. وان شاء الله المرة الجاية بقى مش هشوفك في الصور، هشوفك في الحقيقة. حاضر ان شاء الله يا رب. حبيبتي انا بحبك قوي. باي 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 يا روح قلبي، ربنا يحفظك حبيبتي يا رب. ترسي يا زينة. طيب احنا كده حطينا البصارة، هنسيبها بقى هنا تغلي. هزود النار شوية، ما بتاخدش وقت كتير على النار، يعني ايه الوقت بتاعها لحد ما يستوي الفول ده ويبقى تمام، والخضره خلاص تستوي هي كمان. طيب بصوا دي كده البصاره، هنشوف بقى بعد ما بتستوي بتطلع بتبقى عامله كده، بتاخد الشكل ده. واحنا بقى بنشوف البصاره دي نكلم معانا ام اسلام. يا صباح الفل. يا صباح الهنا. مني انا. الو. ايوه يا حبيبه قلبي. يا حبيبه قلبي. عامله ايه يا روح؟ والله عامله ايه يا حبيبتي؟ انا عاملين بساره النهارده وشويه الحمد لله. انت عامله وصفات ايه؟ انت عامله ايه يا روح؟ الحمد لله يا حبيبتي، احلى اكله والله عظيمه. والله انا بحبها جدا، ما كنتش بحبها زمان بس بقيت احبها لما كبرت. لا هي حلوه فعلا، مفيده. بصي حبيبتي، انا كنت عايزه اقول لك النهارده ان احنا كلنا بنتمنى الفوز للنادي الاهلي. يا رب امين. يا رب كده الفوز ليه دايما على طول ان شاء الله باذن الله. بإذن وكلنا الله. بندعي له بامر الله ان شاء الله. يا رب يا رب. وعايزه اقول لك ان انا عايزه اقدم تهنئه بالنجاح. اتفضلي يا روح. اولا عايزه اقدم تهنئه لاولادك حبيبتي. تسلمي يا روح قلبي، كلك ذوق والله. واقول لهم الف مبروك. الله يخليكي يا حبيبتي، واقول لهم الف مبروك بنجاحهم. الله يخليك. وعايزه اقول برضو اقدم تهنئه نجاح لريتاز محمد نبيل، واقول لها مبروك يا ريتاز. الف مبروك يا ريتاز. وعايزه اقول ياسين محمد صفوت برضو. ايوه. وياسين برضو محمد صفوت، واقول له مبروك بالنجاح برضو. الف مبروك يا ياسين. وعايزه اقول لسولا وياسين الف مليون مبروك. واحلى بوسه ليهم. يا حبيبتي ربنا يخليكي ليا، بساتك العافيه، تسلمي لي يا روح قلبي، كلك ذوق. والف مبروك لريتاج ولياسين، وعقبال ما نبارك لاسلام ان شاء الله بقى بال يعني الجواز ان شاء الله. بشكركم جدا، وكل يا رب الدعوات الحلوه دي تبقى من نصيب النادي الاهلي النهارده باذن الله، وربنا يوفقهم جميعا. بصوا بقى انا طبعا بسيبها تهدى شويه، لو الخلاط بلاستيك ما بحاول يعني بلاش نضغط عليه في الحراره، لو ازاز تمام. هنحط الخليط وهو سخن. فانا بعد ما غليت استوى الفول زي ما حضراتكم شايفينه، بالخضره بقى اللون اختلف وغمق شكله كده، لان خلاص الخضره استوت فلونها اكيد بيتغير.
وخدت الخليط كله زي ما حضراتكم شفتوا هضربه في الخلاط. شوفوا بقى نسبة المية على المقدار بتاع الفول مظبوطة جدا، إن شاء الله يطلع السمك بتاعها كمان مظبوط. بسم الله. بضربها بقى كده، بصوا بتطلع جميلة جدا. بسم الله. هرجع تاني أصبها في نفس الحلة اللي أنا عملتها فيها، وهوري حضراتكم بقى هنعمل ايه في الخطوه دي. معانا مدام ساميه، يا اهلا وسهلا مدام ساميه. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا حبيبتي. اهلا 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 وسهلا. انت عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. اهلا بيكي. عامله ايه؟ ليكي وحشه والله جدا. منوره القناه. يا رب سعيدك منور بمتابعتكم. حبيبه قلبي. يا رب يخليكي مدام ساميه، تسلمي لي. الله يخليكي حبيبتي، ايه الشطاره دي كلها؟ يا رب يخليكي. مفيش حاجه بتحط ايدك فيها الا لما بتبقى ما شاء الله. الله يخليكي، ده من بعد ما عندكم. تسلمي لي يا رب، كلك ذوق. الله يخليكي يا حبيبه قلبي، ربنا يكرمك يا رب، ودايما تفوق ودايما ممتازه في كل شيء. امين يا رب حبيبتي. ربنا يسعدك ويسعد اولادك وجوزك كلكم. امين. طب قولي لنا مالكيش اي طلب؟ وانا سعيده ان انا كلمتك. وانا كمان سعيده بسماع صوتك طبعا. وتحيه لدكتور طارق كبيره جدا مني بعد اذنك. الله يخليك. تسلمي لي. تسلمي لي مدام ساميه الغاليه، كتر خيرك. الله يخليك يا حبيبتي. شكرا ليكي حبيبتي. الله يخليك. نورتينا وشرفتينا. طبعا بحاول اكلمك حبيبتي. تسلمي لي، ميرسي اني سمعت صوتك، وتحيه لحضرتك ولاسرتك والدكتور ولاسرته كمان، شكرا ليكوا جدا. بنقلب بقى تقليبه كده بس تسخن. بصوا بقى انا في المقابل هنا بعمل بصلايه كده، بحب اعمل بقى البصلايه زي بتاعه الكشك، الكشك اللي احنا بنعمله مثلا الالمازيه، او احلى حاجه ان احنا ايه نعمل شويه بصل كده ونحمرهم. طبعا البصل مش بحط كل الكميه سمنه عشان يدي قرمشه، لكن بحط شويه زيت مع معلقه سمنه تدي بس طعم للبصلايه. وطبعا لو مش حابين تحطوا اضافه يعني كل كميه الدهون دي ما تحطوهاش. معانا جيهان، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ازيك يا شيف عظيم، عامله ايه؟ اهلا بحضرتك يا فندم. منور يا حبيبتي. يا رب يخليكي منور بوجودكم يا رب. تسلمي. الحمد لله. ممكن اعرف عمل الحواوشي؟ الحواوشي الاسكندراني ولا بتاعتنا؟ لا اسكندراني. الاسكندراني حاضر من عينيا، هنزلها لحضرتك حالا. عينيا ليكي، ونورتينا وشرفتينا يا فندم باتصالك. شكرا لحضرتك. هنقلب بقى البصاره تقليبه كده. معانا مدام انصاف، اهلا وسهلا. مدام انصاف اهلا بيكي. البصله يا مصطفى لو سمحت. حضرتك فين؟ عايزين نسمع صوتك. هاخد كده شويه زيت. الله يخليكي، انا اولا سعيده بحضرتك، وبعدين انت بقى البصاره دي فكرتنا بيام زمان، جدتنا وامهاتنا وكده يعني. يا حبيبتي يا حبيبتي طول العمر لحضرتك. البصاره دي مغذيه جدا، وانا بشكرك ان انت عملتيها. تسلمي، ربنا يخليكي. الله يخليكي يا حبيبتي. طول العمر لحضرتك، كتر خيرك يا فندم، كتر خيرك. وانا النهارده عايزه انت منوره قناه النادي الاهلي حبيبتي. وانا ان شاء الله النهارده بدعي للنادي الاهلي، وكلنا بندعو له ان شاء الله يرجع بالكاس يا رب كده، ويفرح الاهلاويه ويفرح مصر في حاله. امين يا رب العالمين. باذن الله يا حبيبتي. تسلمي، كتر خير حضرتك. وشكرا لمكالمتك ولكلامك الراقي ده على راسي من فوق والله يا فندم، شكرا لحضرتك جدا. هاخد معلقه سمنه. بسم الله. ناخد كده. اوكي. وهاخد بصلايه. انا هنا هو مصطفى عفرهالي بشويه دقيق. ماشي يا مصطفى. دي بقى لو انتوا عاوزينها تطلع يعني كرانشي، لو احنا مقطعين كده لقيت بصل كبير ممكن تبقى معلقه. واحنا بصوا زي ما بعمل كده، دي برضو بعمل كده في الكشري، معلقه واحده ابدر بيها كده. وطبعا تقدروا تعملوها من غير خالص اهي. وهبدا احط البصلايه كده، وهنا هنزل بس الكام واحده دول اهو. وايه ونبدا نحمرها بقى تحميره حلوه. عايزه اخد جزء منها في البصاره وجزء منها يبقى على الوش بتاع البصاره، نجمل بيه زي البصل المقرمش بتاع الكشك وبتاع الايه الكشري كده. ونقلب بقى تقليبه حلوه كده. ناخد بقى ايه سباتولا دي ممكن. بسم الله.
كده بمعلقه الزيت حطيت وشويه معلقتين سمنه، وهنبدا بقى نحمر الكلام الجميل ده. هنا بقى نبدا ندوق البصاره، ناقصها حاجه؟ ناقصها ملح، عايزه سنه مثلا نعناع جاف ممكن نزود، احنا حطينا فريش بس، حضراتكم ممكن هنا بقى تزودوا ربع معلقه كده، هي بتحلى بالنعناع قوي تبقى طعمها جميل جدا. بسم الله، مش ناقصها اي حاجه، الحمد لله الحمد لله. هنقلب بقى كده، ولا الملح ولا كل حاجه. الحقيقه انا بحاول اظبط الملح دايما في الاول، علشان الملح ده يعني ايه بي بي بيخليها تبقى طالعه من البدايه مظبوطه، عكس ما اقعد ازود عليها. هنشوف بقى الطبق ممكن نقدم هنا، احنا طبق البصاره ممكن نقدمه هنا مفيش مشكله، بس طبعا انا مجهزه شويه بصل، بس انا برضو هحمر ده مع حضراتكم. حطوا بس شويه بصل جوه البصاره، بسم الله الرحمن الرحيم. خلوا بالكم هي بتتقل بعد ما بتقعد كمان، يعني بعد ما بتقعد بتتقل شويه. بسم الله، نحط بقى شويه من البصل لو عايزين جوه الخليط، نص كده او معلقتين يدوا طعم، وشويه على الوش. بسم الله، روعه دافيه بتتاكل حلوه، ساقعه بتتاكل حلوه، فيعني زي ما حضراتكم تحبوا. بسم الله الرحمن الرحيم كده، وهاخد كده شويه من البصل المقرمش، احنا مقرمشين شويه كده حلوين كده، وطبعا عملنا كده البصاره. واتمنى يا رب يعني تنول اعجاب حضراتكم بالهنا والشفا، وتبقى الوصفه بسيطه وجميله ما تاخدش وقت مننا كتير. وطبعا هنطلع بقى بعد اذنكم الاستراحه، هنرجع بعد الاستراحه نعمل وصفتين حلوين قوي بالفول المدشوش، محببين جدا ولكن من ايام جدتنا كده. يا رب يكون في من الاجيال الجديده ناس يعجبوا بالوصفه ويقولوا لنا رايهم فيها، وفي انتظار حضراتكم بعد الاستراحه.